زيكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير سنة 1952 أسس الزوجين اللي هما إيد وورنر وزوجته لورين جمعية سموها جمعية نيو إنجلاند للأبحاث النفسية وكان الهدف من الجمعية دي هو مساعدة الناس اللي بتتأذي من الجن والأشباح والأرواح الشريرة يعني لو مثلا في حد بيته مسكون او بيشوف اشباح في بيته او حد متلبسه جن او متلبسه روح حد تاني مات يتصل بالزوجين دول اللي هم ايد ولورين وهم يساعدوه انه يتخلص من الجن او الشبح اللي ساكن في بيته او ساكن في جسده الى اخره وكان الزوجين دول بيعتقدوا انهم مش بس وكده بيساعدوا الناس انهم يتخلصوا من الجن والاشباح والحاجات دي لا دول كمان بيعتقدوا انهم بيساعدوا الارواح التايهه او الارواح الضاله انهم يلاقوا طريقهم لمغادره عالمنا وفي نفس الوقت كانوا عايزين يثبتوا للجماعه الملحدين اللي هم ما بوجود اله او وجود جن او عفاريت او ملائكه او شياطين او الحاجات دي كانوا عايزين يثبتوا لهم ان الحاجات دي موجوده بالفعل وان الجن والشياطين اللي اتذكروا في الديانات السماويه موجودين فعلا وان الحاجات دي مش خرافه ولا هي خزعبلات وبالفعل الزوجين دول نجحوا نجاح كبير جدا في حل معظم القضايا اللي بتتعلق بالظواهر الغريبه وبقوا مشهورين جدا وبالفعل ساعدوا ناس كتير من اللي كانوا بيعانوا من ظهور الاشباح في بيوتهم وساعدوا في علاج الناس اللي كان بيتلبسهم الجن وفي خلال فتره التحقيقات بتاعتهم في قضايا الجن والاشباح قدروا خلال السنين دي يجمعوا بعض الاشياء الغريبه من البيوت المسكونه اللي كانوا بيدخلوها وكانت الاشياء دي عباره عن دمى واصنام وتماثيل شيطانيه واشياء تخص السحر الاسود واشياء تخص عبده الشيطان وحاجات كتير جدا غريبه ومرعبه جمعوها كلها مع بعض وحطوها في بيتهم وبعد كده حولوا البيت بتاعهم لمتحف وفتحوه للزوار عشان الناس تيجي وتتفرج على الاشياء المرعبه دي وسموه متحف الغيبيات او متحف السحر اما الشيء الاكتر غرابه وشر وعدائيه في المتحف ده كان عباره عن دميه واخده شكل طفله صغيره بسيطه وجميله بشعر احمر وعيون كبيره وتقريبا مفيش اي طفل يشوفها الا ويحبها ولما تبص على الدميه دي مش هتحس باي شعور سلبي هتشوفها دميه عاديه شكلها بسيط جدا لكن انتبه الدميه دي جواها روح شريره جدا ذات طبيعه انتقاميه وليها القدره على القتل تقدر تقتل وتأذي كل شخص ما بيحترمهاش وهي اللي مسؤولة عن مقتل ما لا يقل عن عشر أشخاص قاموا بزيارة المتحف من اللي هم أظهروا نوع من السخرية وعدم الاحترام ليها والدميه اتحطت في المتحف سنه 1975 في صندوق خشبي محطوط عليه صليب من فوق ومكتوب عليه تحذير لا تفتح وفي يوم 14 اغسطس سنه 2020 نزل خبر ان الدميه دي هربت من المتحف وما حدش عرف هي اختفت فين النهارده هنتكلم عن الدميه انابل ايوه الدمية انابل اللي اتعمل عنها الفيلم المشهور انابل بالجزئين بتوعه الاول والتاني لكن النهاردة هنتكلم عن القصة الحقيقية للدمية انابل الدمية انابل المرعبة اللي انتوا شفتوها في الفيلم دي اصلا متاخدة من قصة حقيقية واصلا الدمية دي موجودة في الحقيقة وهي اللي محطوطة في المتحف دي جوه الصندوق واللي نزل خبر من كام يوم انها خرجت من جوه الصندوق اللي كانت فيه وهربت من المتحف فالنهاردة هنحكي عن قصة الدمية انابل الحقيقية وايه هي حكاية من المتحف، لكن قبل ما احكي قصتها بفكركم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، ولو حد مش مشترك في القناه ما ينساش يشترك فيها ويفعل جرس التنبيهات عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديده منها، وهتلاقوني سايب لكم لينك صفحه الفيس موجود في وصف الفيديو، لو حد عنده اي استفسار او حد عنده قصه غامضه او قصه مرعبه وحابب يحكيها لي يبعت لي على رسائل صفحه الفيس، ويلا بينا نبتدي حكايتنا النهارده عن الدميه انابل، قصه انابل الحقيقيه بتبتدي سنه 1970، لما دخلت سيده محلل الهدايا عشان تشتري هديه لبنتها في عيد ميلادها، وبالفعل لقت في المحل عروسه جميله جدا مستعمله، فاشترت العروسه لبنتها الشابه اللي اسمها دونا، وكانت دونا بتدرس تمريض، وكانت خلاص بتستعد انها تتخرج من الكليه، وكانت دونا عايشه في بيت صغير، وكان مرافقها في السكن صديقتها انجي، اللي كانت بتدرس معاها في نفس الكليه، واحتفلت دونا بعيد ميلادها مع صاحبتها انجي، وفرحت جدا بالعروسه اللعبه او الدميه اللي جابتها لها امها، وكانت دايما قبل ما تروح الكليه بتاعتها مع صديقتها انجي كانت بتسيب العروسه على السرير لأنها كانت بتحبها جدا وكانت حاسه ان العروسه دي اجمل هديه جابتها لها امها، كانت بتعاملها كأنها اختها الصغيره مش مجرد لعبه، المهم بعد كام يوم بدأت دونا تلاحظ حاجات غريبه جدا على العروسه خصوصا لما تيجي ترجع بيتها من الكليه ترجع تلاقي العروسه مكانها اتغير من على السرير. يعني تروح مثلا الكلية تسيب العروسة نايمة على ظهرها ترجع تلاقيها نايمة على بطنها مرة تانية تلاقي العروسة على المخدة مرة تلاقيها تحت السرير المهم دولنا من البداية ما اي اهتمام للموضوع ده لكن بعد كده حصلت تطورات جديدة بقى البنتين يرجعوا من الكلية يلاقوا العروسة في أوضة تانية وفي مرة من المرات لقوها قاعدة على الكرسي في غرفة الطعام ومرة يلاقوها جوه الحمام فبدأ البنتين يخافوا جدا من تحركات العروسة الغير مفهومة دي ودونا شكت في صاحبتها انجي انها بتعمل الحركات دي عشان تخوفها لكن صاحبتها انجي نفت الكلام ده وقالت لها انا كل يوم بخرج معاكي ونروح الكلية ونرجع سوا مع بعض يبقى ازاي انا اللي بعمل الحركات دي المهم بعد كده ظهرت حاجات مرعبة جديدة البنتين رجعوا من الكلية لقوا البيت مليان قصاصات ورق متبعترة كانت قصاصات الورق مرمية في كل مكان في الشقة، وعلى كل قصاصة من القصاصات دي كان مكتوب عليها جملة، مرة يلاقوا قصاصة مكتوب عليها هيلب مي يعني ساعديني، وقصاصة تانية يلاقوا عليها مكتوب هيلب أس يعني ساعدونا، وكان شكل الخط اللي مكتوب بيه على القصاصات دي كان عامل زي خط الطفل الصغير، كأن طفل هو اللي كتب الجمل دي. فكان المشهد ده صدمه كبيره جدا على البنتين وقالوا طب يمكن حد بيدخل البيت واحنا بره ولا حد بيرمي الورق ده من الشباك لكن الشباك مقفول جوه البيت بالترباس ومفيش اي حاجه او اي علامه بتدل ان في شخص غريب دخل البيت فالبنتين ما لقوش اي تفسير للي بيحصل ده واستسلموا للامر الواقع وقرروا انهم يتعايشوا مع الظواهر الغريبة دي وانهم يهتموا بجامعتهم ومذاكرتهم عشان يتخرجوا وفضلوا على الحال ده لحد ما الوضع اتطور وزاد عن حده للاسوأ لما دونا وانجي رجعوا من الكلية وشافوا العروسة مرمية على الارض ولما جت دونا تشيلها اكتشفت ان العروسة على ايديها وعلى بطنها وعلى صدرها دم عليهم بقع دم وكان مصدر بقع الدم دي هو العروسة نفسها فالبنتين اتجننوا ازاي العروسة اللي مصنوعة من القش تنزف دم فهنا البنتين خلاص جابوا اخرهم ولقوا نفسهم مش هيقدروا يستحملوا الوضع ده تاني فقرروا انهم يطلبوا المساعدة من شخص متخصص يفهم في الامور دي فجابوا دليل التليفون لحد ما طلعوا رقم وسيطة روحانية وحكولها كل الحكاية في التليفون والستة قالت لهم خلاص هجلكم زيارة للبيت وبالفعل الوسيطة الروحانية دي جت لهم البيت وعملت جلسة تحضير أرواح وطلبت من البنتين إنهم يطفوا النور ويولعوا شوية شموع وإنهم يقعدوا ساكتين وما يتكلموش خالص ولا يضحكوا عشان يهيئوا الجو للروح اللي هتحضر في المكان وبالفعل الروح حضرت واتكلمت وكان مصدر الصوت هو العروسه اللعبه. وهنا بدأت الوسيطه الروحانيه تسأل الروح: انت اسمك ايه؟ فقالت الروح: اسمي انابل هيجنز. فالوسيطه الروحانيه سألتها عدة اسئله عشان تتعرف عليها اكتر. فاتكلمت الروح انابل من الدميه مباشره وقالت: انها طفله عندها سبع سنين واتقتلت في ميدان عام. والمكان اللي اتقتلت فيه هو نفس المكان اللي اتبنى عليه بيت دونا وصديقتها انجي وقالت الروح انابل انها مرتاحه جدا بوجودها مع البنتين دونا وانجي وانها حاسه معاهم بالحنان والحب اللي هي مفتقداه ويظهر ان البنتين دول كانوا طيبين جدا لحد السذاجه ولما سمعوا الكلام اللي قالته الروح انابل اتأثروا بيه جدا وفضلوا يبكوا وهنا الوسيطه الروحانيه انهت الجلسه وقالت للبنتين وطمنتهم ما تخافوش الروح اللي ساكنه العروسه دي هي روح طيبه مش شريره لكن بشرط لو انتم عايزين تحتفظوا بالعروسه معاكم تعاملوها كانها انسان حقيقي من لحم ودم، مش تعاملوها كانها دميه مصنوعه من القماش والقش. فالبنتين عشان طيبين وقلبهم كبير قرروا انهم يحتفظوا بالعروسه، ويعاملوها بالفعل كانها انسان حقيقي، اعتبروها كانها اختهم الصغيره، فبقوا يشيلوها بالراحه ويلعبوا ويضحكوا معاها، ويكلموها ولو جم ياكلوا يحطوا لها طبق اكل قدامها مخصوص كإنها بني آدم زيهم وينيموها على السرير ويطبطبوا عليها ويعاملوها بكل إحترام وحب كانها بالفعل طفله بشريه حقيقيه، المهم دونا وانجي ليهم صديق شاب اسمه لو، وكان صديقهم لو ده ما بيعتقدش بوجود الجن والارواح والاشباح والدمى المسكونه، كان بيعتبر الكلام ده كله خرافات وخزعبلات، وفي يوم من الايام كان البنتين مستضيفين صديقهم ده عندهم في البيت، وصاحبهم بقى هيتجنن من معاملتهم الغريبه للدميه، كان بيشوفهم وهما بيعاملوا الدميه كانها انسان حقيقي، فلما سالهم هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ هو انتوا ناس مجانين؟ فالبنتين حكوا على قصه الدميه انابل فصاحبهم لو لما سمع الحكايه مات على روحه من الضحك وفضل يسخر من كلامهم وفضل يفهمهم ويقنعهم ان كل الكلام ده كذب وخزعبلات وكل الحاجات الغريبه اللي شافوها دي مجرد اوهام في دماغهم وبقى يمسك العروسه من ايديها ويرميها على الارض او يحدفها في السقف ويقول لهم اهي عروسه خش وقش لا بتهش ولا بتنش وفضل طول النهار يتريق عليهم يسخر منهم لحد ما جه الليل والبنتين ناموا وصديقهم كان بايت معاهم في البيت وكان نايم على الكنبه اللي في الصاله وفي وقت متاخر من الليل صحيح له حس كأن في ايد طفل صغير بتحسس عليه وهو نايم فحاول يفتح عينيه لا نفسه مش قادر يفتح عينيه ولا قادر يحرك جسمه كان حاسس بكل حاجة بتحصل له لكنه كان عامل زي المشلول ما كانش قادر يقاوم وبعدين حس كأن في حاجة تقيلة قعدت على صدره مرة واحدة وحس بضلوعه كأنها تتكسر، وفجأه الشيء التقيل اللي كان قاعد على صدره ده ابتدى يحرك ايديه ويحطها حوالين رقبته ويخنقه وهو نايم، والولد حس خلاص ان روحه بتطلع ومش قادر يقاوم، حاسس انه متكتف ومشلول مش قادر يتحرك ولا قادر يفتح عينه، وحس بالشيء اللي قاعد على صدره ده ابتدى يغرز مخالبه في صدره والولد حس بالمخالب وهي عمالة تشرح في صدره وقام من النوم من شدة الألم وكان بيتنفس بصعوبة شديدة وحاسس بألم شديد في صدره فجه يفك زراير القميص اللي لابسه عشان يشوف الألم اللي في صدره ده إيه ولقى على صدره آثار جروح عميقة كان بالظبط عددهم سبع جروح كان شكلهم بالظبط عامل زي مخالب الأسد أو مخالب الدب وبص حواليه عشان يشوف مين اللي عمل كده ملقاش حواليه غير الدمية أنابل وهي قاعده على كرسي بالقرب منه وبتبصله بكل حقد وشر والحاجه الغريبه ان الجروح العميقه اللي حصلت في صدره خفت والتأمت بعد ساعه ولما البنتين صحيوا صاحبهم له حكى على كل اللي حصله في الليله الغبره دي وهنا دونا صاحبه العروسه ما قدرتش تكدبه لانها عارفه ومتاكده ان العروسه بتاعتها مسكونه لكن الصدمه اللي اكتشفتها دونا ان العروسه مش مسكونه بروح طفله بريئه زي ما الوسيطه الروحانيه قالت لها بالعكس دي طلعت روح شريره وعدوانيه جدا وبعد الحادثه بتاعت صاحبهم له ابتدى يظهر الوجه الاخر المرعب للعروسه انابل، بعد حادثه صاحبهم بيوم صحيت دونا نص الليل على صوت العروسه وهي بترتل ترانيم غريبه وبلغه غير مفهومه، وفي اليوم اللي بعده لما دونا دخلت الحمام شافت العروسه جوه الحمام وهي ماسكه سكينه صغيره وكانت السكينه عليها بقع دم وكأن العروسة بتقول لها ها مش هتيجي تلعبي معايا وهنا دونا اتأكدت بالفعل ان العروسة دي مسكونة بروح شريرة وان العروسة دي خطيرة جدا ولازم تتخلص منها فاتصلت بأب في الكنيسة وحكيت له على حكاية العروسة وهنا الأب أدرك ان الموضوع خطير جدا وانه فوق قدرة الكنيسة انها تحله فعشان كده الأب ملقاش غير الزوجين آد ولورين عشان يستعين بيهم انهم يحلوا القضية دي اللي هم الزوجين اصحاب المتحف اللي احنا حكينا عليهم في الاول المهم الاب راح لمنزل دونا وانجي وكان بصحبته الزوجين ايد ولورين وايد ولورين استمعوا لقصه الدميه انابل من البنتين ودونا صاحبه العروسه قالت لهم انا مش عايزه العروسه دي تاني في البيت وعايزه اتخلص منها باي طريقه بس خايفه لا تنتقم مني المهم الاب اللي كان موجود عمل حبه طقوس وصلوات عشان يخرج الروح الشريره او الشيطان اللي ساكن جوه العروسه وبعد ما خلص الطقوس الدينيه دي دي. اد ولورين طمنوا البنتين ان المشكله خلاص اتحلت وانهم هياخدوا العروسه معاهم والعروسه مش ممكن تاذيهم تاني وبالفعل الزوجين اد ولورين ركبوا عربيتهم ومعاهم الاب وكان معاهم العروسه انابل وكانوا واخدينها لبيتهم اللي هو عملوه متحف للغيبيات اللي اتكلمت عليه في اول الفيديو لكن وهم في الطريق بقى يحصل لهم حاجات غريبه جدا فجاه العربيه تحود يمين او شمال وتبقى عايزه تخرج عن طريقها ولما حاولوا يسيطروا على العربيه اكتشفوا ان الفرامل عطلانه والعربيه لبست بيهم في شجرة لكن الخبطة ما كانتش شديدة قوي وبعد كده قدروا يصلحوا العربية وركبوها ووصلوا البيت بالعافية وهنا تأكد الزوجين آد ولورين ان العروسة دي مسكونة بشيطان مش مسكونة بروح طفلة بريئة زي ما الوسيطة الروحية قالت وبعد ما حطوها في بيتهم اللي هم عاملينه متحف لاحظوا ان العروسة بتتحرك في اماكن مختلفة في البيت فهنا الزوجين آد ولورين حطوا العروسة في صندوق خشبي له وجه زجاج وحطوا عليه صليب من فوق وكتبوا عليه تحذير للزوار انهم ما يفتحوش الصندوق وكان ايد ولورين ليهم صديق طارد للارواح الشريره كان اب كاثوليكي اسمه جيسون ولما جالهم الاب جيسون المتحف مسك العروسه من ايديها وطلعها بره الصندوق وقال لها انت مجرد عروسه خرقاء ما تقدريش تاذي اي حد فاد صاحب المتحف حذره ان اللي بيعمله ده غلط وان العروسه دي فعلا خطيره وما ينفعش انه يستهتر بيها ولما الاب جيسون من المتحف في نفس اليوم جه اتصال هاتفي للزوجين أد ولورين يبلغهم ان الاب جيسون صاحبهم اتعرض لحادثة خطيرة جدا وانه نجا من الموت باعجوبة وفي مرة من المرات جه شاب للمتحف زائر من ضمن الزوار فقاد صاحب المتحف فضل يشرح له قصة الدمية أنابل فالشاب بص للدمية بكل سخرية وقال لها إذا كان باستطاعتك أزيت الناس فأتحداك إنك تأذيني وبعد ما الشاب خرج من المتحف وركب الموتسيكل بتاعه وهو على الطريق الموتسيكل لبس بيه في شجرة ومات وبعد الحادثه دي قرر الزوجين اد ولورين انهم يشوفوا حل للمشكله دي، مش هيستنوا لحد ما يقع ضحايا تانيين للعروسه، فقرروا انهم يحصنوا الصندوق اللي موجود فيه العروسه ببعض التعويذات والتمائم الدينيه، اما بقى عن مصير العروسه انابل بعد كده فهي فضلت معروضه في المتحف وموجوده لحد يومنا ده، والمتحف بتاع اد ولورين للاسف صدر قرار بغلقه من الحكومه الامريكيه سنه 2017، وسبب اغلاق المتحف انه بيقع في منطقه سكنيه وكل الزوار اللي كانوا بيجوا للمتحف اول مره كانوا بيخبطوا بالغلط على البيوت اللي حوالين المتحف ويسالوا السكان هو فين متحف اد ولورين فالسكان اشتكوا للحي والحكومه قفلته ورجع المكان زي الاول منزل لعائله اد ولورين اما اد صاحب المتحف اللي هو الزوج اتوفى سنه 2008 وزوجته لورين عايشه لحد يومنا ده وهي اللي بتعتني بالمقتنيات في المتحف ومن ضمنها طبعا العروسه انابل اللي طلعت اشاعه من يومين ثلاثه انها اختفت من المتحف وسبب الاشاعه دي ان حصل تحديث في موقع ويكيديا في الصفحه اللي بتتكلم عن قصه العروسه انابل واتكتب في اخر الصفحه ان العروسه هربت من المتحف وكل السوشيال ميديا والاخبار في العالم كله اتقلبت على الموضوع ده لكن توني بيرا مالك العروسه انابل واللي يبقى صهر الزوجين المحققين اد ولورين اصحاب المتحف نزل فيديو صور فيه العروسه انابل وهي لسه موجوده في صندوقها ما هربتش وقال ان كل الكلام اللي اتقال ده مجرد اشاعه وقال النص ساكون قلقا اذا كانت انابل قد غادرت حقا لانها ليست شيئا يمكن اللعب به بس دي كانت القصه الحقيقيه للعروسه انابل، واديكم عرفتم انها لسه موجوده في مكانها في المتحف ما هربتش، وكل الكلام اللي اتقال حوالين هروب العروسه انابل من المتحف كل ده مجرد اشاعات، والله اعلم يمكن طلعت ورجعت تاني، او يمكن هربت بجد وحطوا عروسه تانيه شبهها وقالوا ما الله اعلم ما تعرفوش العالم اللي احنا فيه ده بتحصل فيه حاجات غريبه مش مفهومه، ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير، والناس اللي مش مشتركه في القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات في معدها واشوفكم علي خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه واقولكم مع السلامه